فتاكلها كلها وروح. طعمية روح. احمد العمر ابو عبيده من قريه كفر كرمين. قمنا اليوم باخذ الاطفال الى مراكز التلقيح. اللقاح كثير فعال وممتاز، يعني بصير الاطفال عندهم مناعه من الامراض، من الاوبئه، من العوامل الجويه، من الانفلونزا. يعني كثير كثير اللقاح فعال وممتاز، يعني مو مثل ما انتشر عند بعض الناس انه فيه مواد يعني ما هي مضبوطة أو كذا. لا بالعكس، إنه بيسبب الموت للأطفال أو الوفاة. لا بالعكس، اللقاح ممتاز وفعال، وننصح كل الأهالي إنه يتوجهوا إلى مراكز اللقاح الروتيني، وفيه فائدة إن شاء الله للأطفال. وأنا شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الصيدلاني عبدو عبد الخالق، مشرف مركز الأتارب للقاح. الأتارب كمركز تضم ثلاث أماكن: الأتارب، معراتي، كفر كرمين. اللقاح اللي ابتدى عنا ب 13/11 إلى 19/11. الحملة هي حملة الحصبة والحصبة الألمانية. الحصبة هي مرض فيروسي شديد الانتشار. طريقة الانتشار تبعه أكثر شيء عن طريق المفرزات المخاطية وعن طريق القطيرات. والعلاج الوحيد للحصبة هو اللقاح. لذلك بدأنا بتلقيح أطفالنا الفئة العمرية المستهدفة من 5 سنوات وحتى 15 سنة. طبعا اختيار الفئة العمرية هي حسب نتيجة الإحصاءات. الأمراض اللي موجودة بين أن الإصابة من 5 سنوات لل 15 سنة هي أكثر شيء نسبة الحصبة الموجودة عندهم، لذلك قمنا بهذه الحملة.